أهلا بحضراتكم من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر لمخاطر الطقس. نطلعكم على آخر التوقعات في الأحوال الجوية على مدار اليوم وكذلك على مدار الأيام القليلة القادمة. بتشهد البلاد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كافة مناطق الجمهورية. بتصل نسب الرطوبة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى أكثر من 80% خلال ساعات الليل، وبتصل إلى 50% ربما أكثر خلال ساعات النهار. نسب الرطوبة بتزداد تدريجياً كلما اتجهنا في اتجاه السواحل الشمالية بسبب قربها من البحر المتوسط، وبتنخفض نسب الرطوبة تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً في اتجاه محافظات الصعيد. درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال هذه الأيام بتكون ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بتكون ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية على محافظات الساحل الشمالي. أما جنوبا من القاهرة في اتجاه محافظات الصعيد فطبيعي أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 37 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد، بتصل ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد. درجات الحرارة دي هي درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها من خلال محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية. إلا أن المواطنين بيشعروا بدرجات حرارة أعلى من درجات الحرارة اللي بيتم قياسها واللي بنعلن عنها، ده بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة على كافة مناطق الجمهورية. وده أمر طبيعي جدا بسبب زيادة تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على مسطح البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر، بتبدأ تتحمل وتتشبع بكميات كبيرة من بخار الماء لتدخل إلى داخل الأراضي المصرية بهواء رطب وحار على كافة مناطق الجمهورية. كما ذكرنا بتكون أعلى نسب رطوبة على محافظات الساحل الشمالي، بتكون أقل منها على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، أقل نسب رطوبة بتكون على محافظات جنوب الصعيد. نسب الرطوبة على شمال البلاد زي السواحل الشمالية بتعطينا درجة حرارة محسوسة أعلى من درجات الحرارة اللي بيتم قياسها بحوالي 3 درجات إلى 4 درجات مئوية. يعني على سبيل المثال لو قلنا درجة الحرارة المسجلة على محافظة الإسكندرية على سبيل المثال 31 درجة مئوية، فهتكون المحسوسة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. وكذلك محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري المقاسة 34 درجة، بينما المحسوسة بتصل إلى 37 درجة مئوية. وبالتالي بيكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون حار على شمال البلاد. أيضا الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل بيعطينا شبورة مائية خفيفة على الجزء الشمالي من الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل، وكانت تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وهي شبورة مائية خفيفة لا تؤثر إطلاقا على حركة الطرق أو على حركة المرور. الأجواء دي مستمرة معنا لحد إمتى؟ ونقدر ننصح الناس بإيه للتعامل مع نسب الرطوبة المرتفعة؟ ونسب الرطوبة ارتفاعها خلال هذا التوقيت من العام هو أمر طبيعي جدا. أعلى نسب الرطوبة بيتم تسجيلها خلال شهر أغسطس من كل عام كما ذكرنا، بسبب تقدم هذه الكتل الهوائية شديدة الحرارة والتي تمر على المسطحات المائية ثم دخولا إلى داخل الأراضي المصرية. متوقع أن تبدأ نسب الرطوبة في الانخفاض بشكل تدريجي على نهاية هذا الشهر بإذن الله. أهم نصيحة نوع المواطنين بقى خلال الفترة اللي جاية للتعامل مع هذه الأجواء؟ أهم نصائح دائما اللي بنوجهها للمواطنين خلال فصل الصيف بوجه عام هو تجنب الخروج خلال الفترة اللي بيتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، وهي فترة الظهيرة. ومن تضطره ظروف العمل أو أي ظروف أخرى للخروج ارتداء غطاء للرأس وكذلك المحافظة على شرب كميات كبيرة من السوائل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.